مكان يا مكان ماشي بعيد فات زمان دار حكاية إنسان معاه بدو الحزان. كان يا مكان قرية جويه كفران راجل شارف وهارف وغادي على حمار وصفان أغواد دري صغير بعيد بين الودان الصوت زربان تدري ليه بان. دري صغير يلا خارج من كرش مو شنونا كيدير وفي هاد البرد زراق فمو وقف قدام والحمار تخلع من الغواد هز قدام وطمع لرجل الدري مشات وهكذا بدات حكاية مسعود مسعود اللي ديما بالنحس موعود ودارت ليام وقبل مسعود في الجوع برك شارف ومراتي ديما بالنحس مشبوع عليهم كترول مصايب ولا كل شي مقطوع تجا يوم النحس الكبير اللي على مسعود مطبوع. كان في عمره 5 سنين فق في الليل وحيد كان صباح نهار 2 فق فرحان وسعيد ناد بغى يجرب المين مش اقلب البدل وقيل شعل العافية في البطين فق الشراف نهار العيد ولاش يا دنيا معاك سن سعود الباب اللي دخلو يلقاه مسدود علاش ديما هو بالنحس موعود علاش كدني علاش خير مسعود. مشى مسعود من بعد لشي خيرية مع دراري بحالو في الكناز حدا حمرية كتعدو مديرة قبيحة سميتها السعدية 5 سنين نجمو الفلوس نتا جمعية 5 سنين مسعود عاش محقور اللي جا كيصرفو قاع ولا وجهو محفور يا ما يقرا ويكرم ما فهم والو حنطور 5 سنين مسكين والنحس عليه كيدور. واحد النهار طلع ليه الدم ضربها بهربة البرد في الليل بحال السنبات بوحدو في الرحبة علي بو الحياة غادي يخدم بانت ليه فيه اللعبة داه ورا زبالة وام حقر عليه ولدن ولاش يا دنيا معاك سنسعود الباب اللي دقو يلقاه مسدود علاش ديما هو بالنحس موعود علاش يا دنيا علاش خير مسعود. قام سعود مشمكر تدار 16 عام قد كتافه وكبر وتعلم الكلام وبلغته هو وداوي يبانو ليه في المنام وختم سكين حول ونيف وزايد القدام. تعقد مسعود كل شي كيقول ليه انت مجبتل واحد النهار دايز بتلي خدامك تخمل شيرت ليه وضحكت تلف مسكين وتعكل بقى كل نهار عاصر حادي الشرجم يتأمل. نزلت شي مرة عنده قال ليها سميتهم سعود كانت مزروبة مسحرة دارت معاه مات سعود قاكيت سناها مصمر فيه الخلعة مرعود نزلت جاية قد اخرج فيها طوبي سكود ولاش يا دنيا معاك سن سعود ولاش يا دنيا الباب اللي دقو يلقاه مسدود ولاش ديما هو بالنحس موعود ولاش يا دنيا علاش خير مسعود. صدم مسعود وجلس يدور في الزناقي يتحشش ويشم ويموت بالجوع نحسو باقي شافو راجل اخواني داه معاه الجامع راقي قالو كولو نوض صلي باش النور تولي لاقي. دار اللحية مسعود تا هو وتعلم يقدر عجبو الحال ولا ينصح الناس ويتوختر ولا يدور في الجوامع يجمع الدراري ويدبر سجل نهار لعرفت اللي جا ذنوبتو في العسكر. ركب مسعود في الطيارة فرحان غيشوف بلادن وصلوا عطاو سلاح قالو له جلس بلاصتك راكن وما تخافش اللي ضربو راك للجنة ضامن. جلس مسعود يومين ما يتحرك تما ساكن سهم سعود وزداو للراس عطاه الميريكاني فاق لقى راسو في الحبس ومعاه باكستاني يشوف فيه يتبسم فرحان وبعينيه قاني بالفقصة غوت مسعود لقاه عليب ولحية تاني. علاش يا دنيا معاك سنسعود علاش يا دنيا معاك سنسعود الباب اللي دخو يلقاه مسدود الباب اللي علاش ديما هو بالنحس موعود علاش يا دنيا علاش خير مسعود. دوز مسعود ما عليبو لحية عام صعيب وكثرة ما منحوس ردوه ميريكان المغرب. رجع مسعود تالف مخلوع في بلاده غريب رجع للزنقة والشوماج ولا من الحماق قريب قضايع كيدور واحد نهار قراسو في طنجة تلاقى مع محمد كيدير الحلاقي كمانجة بدا يدور معاه يغني يجمع الفلوس في طريقه قالو محمد إلا كان باغي يقدر الاسبانيا يحرقو. فرح مسعود وقال بلاد النحت غيضربها بسلتة مشى مع صحيبو حتى قربوا للحدود مع ستة كام يود الحوت واقف دخل مسعود سد محمد ومات مسعود في طريق وسط ثلاجة مجمد. علاش الدنيا علاش مات مسعود الباب اللي دقو لقاه مسدود علاش ديما كان بالنحس موعود علاش يا دنيا علاش مسكين مسعود علاش يا دنيا علاش مات مسعود الباب اللي دقو لقاه مسدود علاش ديما كان بالنحس موعود علاش يا دنيا علاش مسكين مسعود.